ده مش لعيب اوروبي، ده صناعه مصريه، محمد بركات عم البلد. عم البلد مبروك يا عم البلد. اسرع واخف لاعب جه في تاريخ الكره المصريه، لدرجه انه مش بس خفيف هو في الملعب، ده خفيف هو في الملعب وخفيف هو مع الكوره وخفيف الظل. هم ليه ده انا من جوه وحش. محمد بركات ما شاء الله هو تقريبا اذكى لاعب في التاريخ، لدرجه ان مانويل جوزيه قال عنه انه اذكى من ابو تريكه. ذهنيا كان اقوى من ابو تريكه، لما الفرقه كان يبقى عندها صعوبات كان بركات هو اللي بيحل المشاكل. يعني على سبيل المثال بص، دي شاور لصاحبه بيقول له اجري من ورايا، فصاحبه صدق وجري، ومدافع الزمالك كمان صدق وجري، ام بركات كمل بالكوره. اما بقى المثلثات والثنائيات اللي كان بيعملها كانت ما شاء الله حاجه فوق العظمه. تخيل ثنائيه ما بين تريكه وبركات، يعني مثلا بص دي من قبل نص الملعب تريكه لبركات وبركات لتريكه، وهنا تريكه بيديها له وبيفتح في ال 18 عشان ياخدها، وخدها فعلا، اللي هو حاجه فوق العظمه بشويه. ده غير بقى ما شاء الله ثنائية بركات وسيد معوض، ثنائية من كتر ما هي ناجحة وكان فعلا في اتفاق ما بينهم بعد ما اعتزلوا فتحوا مشروع مع بعض. هو شريكي واحنا فاتحين مطعم مع بعض، وكنا بنلعب في الاسماعيلي مع بعض ولعبنا في الاهلي مع بعض، فده حب يعني. ده غير بقى مثلث الرعب، تريكا وبركات ومتعب. خير ورشاد وبدا ما شاء الله الثلاثي ده مسجلين لوحدهم 447 جون، يعني ما شاء الله كان بيعمل مثلثات وثنائيات بشكل عظيم جدا، اي لعيب هيلعب جنبه بركات هيروق عليه. زي برضو الكره دي، ده حسن مصطفى، ديفندر ملوش دعوه بالسكه، بركات يسيبه اكيد لا، تعالى نعمل مع بعض 1 2 ونروح نجيب جون مع بعض. ده بقى كلكم فكرة ان هو سريع وخفيف وذكي والكلام ده كله، وفكرة ان هو ايجابي وبيخلص على المرمى، ده كوم تاني. بص دي، بص وش الرجل يخليك مش لاحق تشوف الكورة. احد ابناء النادي وجول، جول يا ولد يا ولد، هدف تاريخ الصبح. ده غير بقى شخصية الاهلي اللي كانت عنده، ماتش القمة الاهلي والزمالك اخر ثانية في المباراة، الاهلي خسران بفارق جول، وهو بيروح بياخد الكرة من على وش رجل عماد متعب اللي هو كان احسن واحد يعرف يسجل اهداف في الوقت ده، وما شاء الله بيرقص وبيجيب جول عالمي. يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا مدرب، يخرب عقلك يا ملك الخرقاء. والمفاجأة بقى ان دي مش مجرد كرة مشيت معاه، ده هو بيعملها كتير جدا ومتعود عليها. حتى بص دي، وبص الذكاء اللي بقولك عليه، هنا الطبيعي في الكرة انها تتشاط في البعيدة، لكن لو شاطها في البعيدة بص في كام واحد، يا هتيجي في ده يا ده يا ده، يا اما هتيجي في صاحبه، فراح مريح دماغه واختار احسن حل واحسن قرار وراح شايطها في القريبة. وادي على طول هنا بركات، وبص كمان دي برضو نفس الكلام، فكرة ان هو يدخل ال 18 بقلب ميت ويدي بوش رجله موجودة عنده بشكل متكرر. تراه بركات وبركات 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 وجول. فاللي هو ما شاء الله على قد ما كان صغير على قد ما كان ذكي جدا وجريء وقلبه ميت. حبيب قلبي الثلاثي المرعب. فما شاء الله لعيب كان تقريبا عنده كل المزايا، احسن واحد ممكن يعمل لك هجمه مرتده، واحسن واحد ممكن يفضلك الاشتباك في وقت الزحمه. الله محمد بركات يا جماعه، محمد بركات جواهرجي. واحسن واحد ممكن يعمل لك 1 2 بمنتهى البساطه، يضرب بيه خط دفاع بالكامل. هات وخد حلوه مع جوه وجول، هو وجول، يلا يا راجل، الله عليك يا بركات. بركات مركزه في الاصل جناح يمين، واوقات جناح شمال، واوقات قليله باك يمين، بنزعه هجوميه جنونيه. على سبيل المثال مباراه الاهلي والاتحاد الليبي، الاهلي محتاج يجيب 3 اجوان علشان يكسب، فمضطرين نلعب بنزعه هجوميه كبيره، فهنخلي مين باك يمين؟ محمد بركات. وفعلا قام بالواجب، صنع جول وصنع له كمان بتاع 7-8 فرص للتهديف. سلام من بركات، داخل بركات عايز يعدل سرعته، رقص واحد وداخل بعرضيه وهي ولا هدف. المهم يعني ان بركات بالرغم من ان هو كان جناح
ولكن كان هداف وقناص بشكل كبير جدا. على سبيل المثال سنة 2005 كان هو هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وفي نفس السنة فاز بأفضل لاعب في أفريقيا، ده غير كمان إن هو السنة اللي بعدها كان ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب أفريقيا، وما شاء الله فاز مع الأهلي بأكتر من 25 بطولة وسجل 125 جول، وقيمته التسويقية وصلت سنة 2008 لمليون يورو. وبالنسبة بقى لإخواتنا الزملكاوية المحنكين اللي دلوقتي زمانهم بيقولوا إن بركات أصلاً زملكاوي، فأنا هخلي بركات يرد عليك. أنا أهلاوي ومعجون بمية الأهلي، معجون بمية الأهلي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل شير وتعمل فولو على الفيسبوك واشتراك على اليوتيوب، وتقول لي رأيك في تعليق وعايز فيديو عن مين، واشوفك في فيديو جديد.